السلام عليكم، حاسبه بن داكر معكم. كما عودناكم ديما ان شاء الله نجيب لكم جديد. اليوم رانا في طبخه من كل بلد، اللي هي نزيدو نروحو تانيت جيراننا توانسه باسكو نحبهم. عسلامه. رايحين واش رايحين نديرو اليوم؟ طاجين، هما يقولوا طاجين سلطه المشويه. فوالا، دونك عندنا طاجين سلطه المشويه. اللي المقادير تاعها اللي هي تتكون بال اللحم المفروم، عندنا العظم اللي هو البيض، الزيتون، شويه نتاع لا شابلور، واحد زوج مغارف تاع ماكله، عندي الفرماج غابي، جبن مرحي، وعندي العظم مغلي، البيض مغليين، وعندي الفلفل مشوي. نبداو على بركه الله. بسم الله. الكيفيه هذه ما رانيش نجيب لكم كيفيه صعب، اللي هما خفاف ما يطلبوش المقادير بزاف، سي دي بلا او فور، يعني اللي ما نخافوهمش ما فيهمش المراقي. واش نديرو؟ نبداو باللحم المفروم تاعنا اللي هو كنت طيبته، حبيبه بصل، فلفل الكحل، شويه ملح، درت له شويه زيت وقليته، راهو مقلي برك ماشي مقلي، مقلي. فوالا، نرمي الزيتون، نحط الزيتون تاعي، ما نكتش بزاف ديجا كنت شمختو. فوالا، وانا كي راني راح ندير الزيتون مانيش راح ندير الملح باسكو نخاف تجيني مالحه. نزيد الفرماج، كما قلت زوج مغارف نتاع لا شابلور، اللي هي الخبز درتو في الفوغ ومن بعد رحيتو. باش نحط العظم، شوف هنايا، بسم الله بسم الله. بعد ما غسلتو بيان سور عندنا خمس حبات ولاد الدجاج، ومن بعد تشوفوا المول تاعنا اللي لازم يطلب لنا خمس حبات ولاد الدجاج على حساب المول تاعنا. فوالا، نخلطهم، ولا كان لازم نزيدو حبه ولا زوج نزيدوها ما كانش مشكل. فوالا، راني نخلط فيه دوكا. هنا نبدا نحط شويه نتاع الفلفل الكحل، واللي يحب الكركم يحط شويه كركم، حتى شويه اللي عنده شويه هريسه عربي يحط شويه هريسه عربي. الملح ما نكترش، هاوليك غير شويه برك باسكو راني حاطه الزيتون، شويه زيت. ونخلطهم
مادامني كملت خلطتهم هم خلطين هنايا بيان هامليك هنا اللي نحط العظم تاعي فوالا ونقعد ومن بعد نخلط غير بالعقل باش ما يتكسرليش باش ما يتفتتليش لداخل هاوليك وانا بالعاني درت حبيبه فلفل مشويه حمراء ودرت وحده نورمال باش تعطي لا كولور فوالا هاوليك راهي واجده خالي تاعنا راه واجد وانا كنت حضرت المول تاعي مقبيله دهنته بشويه مارغارين هكذايا هلا ويخرج شباب بخصوص كي نحطوا له الطوماطيش اللي يحب الطوماطيش لا طوماط فريش بيان سور حبه نقسموها على أربعة ولا على ستة هكذا كما قطعت لولاد الدجاج هذوما فوالا وانا كنت كي بديت نخلط في الخالي تاعي كنت سخنت درت الفور يسخن بيان سور توجور على 200 درجه ماهوش 180 مانيش نطيب في الكاطو دونك مينيموم 200 درجة دي فوا نروحو حتى ل 210 حتى ل 210 فوالا رانا حطيناه يطيب على 200 درجة كيما قلت لكم لمدة 21 دقيقة حتى 25 دقيقة خليوه يطيب بعقلو دوكا نروحو لسالات تاعنا لسالات اللي هي تكون من الشلاضة نتاع ليزافوكا واش اللي قلنا اللي قلنا حبه شوفوا ما شاء الله خرجت لي بطبع وشان حبه تاع لافوكا عندي شويه زروديه رابي حبيبه زروديه رابي عندي شويه نتاع لا مايونيز بيتيت فينيغريت سي جوست ان سوبسون باسكو راني حندير لا مايونيز طوماط سوريز شويه بصل شويه مايس سي بور لا ديكو نبداو على بركة الله لشو تاع لشو تاعي كنت ديجا نقيتو وغسلتو حافظت عليه في الثلاجة بيان سور درك هاتيك واش انا راحين نديرو له راحين باش نعمروه نجيب ان سالادي باش نوجد الخليط تاعي نبداو بشويه زروديه والكرومبيت هذا الاحمر اللي ما هو ماشي الخضر الاحمر هاوليك مليح وبنين لازم تجربوه باش تعرفوه كاين بزاف الناس ما يطيبوهش ما يديروش ما ياكلوهش الشلاضه هاوليك لي زافوكا تاعنا لو مايس واللي يحب سي فاكولتاتيف اللي يحب يزيد لها لونشوا يزيد لها لونشوا راهي لافوكا تحب بزاف لونشوا اللي يحملها فوالا لا طوماط سوريس تاعي راح نقسمها حبه على أربعة فوالا بعد ما غسلتها بيان سور فوالا
نحط لها شويه مايونيز، واحد نقوله واحد مغرفه شويه هاي لك، ما نكترش. لا فينيغات ليا كنت خدمتها من قبيله، لا هاي لك نحط شويه هاي لك، ما نكترش منها. خلطها. الحاجة المليحة في هاد لاصالة تشوف لي كولوغ، تعطيني تخبى الكولوغ مع الكرومبيت حمر، لا كولوغ تاعو هادية ماهوش حمر، هذا سي تان فيولي، دونك سا دوني تخي تخبى الكولوغ. فوالا هاهي، انا واش راني حندير لها دوكا، راح نخليها شويه تبرد تشد روحها، نحطها في فريجيدير تبرد شويه تشد روحها، من بعد نعاود نولو معاكم بعد الفاصل. هام لي دو بلا تاعنا واجدين، كيما قلت لكم طاجين السلطه المشويه هاوليك، والسلطه نتاع لي زافوكا هاي لك حضرناها. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وماذا بيا تجربوا طاجين هدايا راح يعجبكم بزاف بزاف، بنين وخفيف وما يطلبش كما قلت لكم بزاف الكيفيات بزاف لي زانغريديون. دونك واش نقول لكم، لي داق البنا واش يدير، كيما مدارين تفهموا يقعد فينا يستنى، ما لا استناونا ان شاء الله نعاودوا نولوا بخير وعلى خير. ما ليا غير نقول لكم بقاو على خير وباي باي.